السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر هذا البرنامج الوطني كفاءات أردنية، يبث على عدة قنوات محلية وأردنية. وأضيفنا لهذه الحلقة سعادة الدكتور فراس ربيع، وهو أشهر من أن يعرف كأخصائي أطفال وعناية مركزة للأطفال في البورد الأمريكي. دكتور فراس ربيع، بداية مرحب فيك برنامجنا الوطني كفاءات أردنية، ونحكي لك بداية مساء الخير. مساء الورد، شكرا. دكتور فراس، أكيد لك الباع الطويل والخبرة في هذا الاختصاص كأخصائي أطفال وعناية مركزة للأطفال. بداية حابين نعرف السادة المشاهدين عن حضرتك، نتحدث عن حياتك العملية ومسيرتك المهنية قبل افتتاح هذه العيادة العريقة والمرموقة في شارع أبو فراس الحمداني مجمع بسمة الطب. تفضل. شكرا للمقدمة الجميلة. أنا تخرجت من جامعة علوم التكنولوجيا سنة 98، وبعدين رحت على أمريكا عشان أكمل تعليمي هناك، وأخذت البورد الأمريكي في طب الأطفال من جامعة نيويورك، وبعدين كملت تخصص ثاني اللي هو العناية المركزة للأطفال في جامعة آيوا، ومن ثم اشتغلت في أكبر مستشفيات أمريكا في إنديانا، رايلي هاسبيتال، لمدة 11 سنة. ما شاء الله. بعدين جيت هون أفتح عيادة عشان ما فيش موجود بالأردن كتير تخصص أطفال، عناية مركزة للأطفال. جميل. دكتور، نتحدث بداية أكيد بعد الخبرة الطويلة أكيد والصولات وجولات في أكيد أمريكا، تحدث عن تأسيس هذه العيادة. هذه العيادة افتتحناها بآخر 2017، فهي جديدة يعني، وعلى أساس أنه تكون زي العيادة اللي أنا كنت فاتحها في أمريكا. أمريكا نعم. بأوهايو لفترة طويلة هناك. نعم. فنفس المبادئ اللي كنت مسويها هناك طبقتها أنا هون. جميل. خلينا نوضح للسادة المشاهدين دكتور، شو المقصود بالعناية المركزة للأطفال؟ يعني أكيد شيء جديد في الأردن، شيء متطور. تفضل. العناية المركزة هو كتخصص حتى جديد عالميا، لأنه كان زمان الطفل لما يفوت على الاي سي يو أو العناية الحثيثة، غرفة العناية الحثيثة، يدير باله عليه يا دكاترة الأطفال العامين أو الجراحين أو تبعون التخدير، أخصائيين تخدير. لكن مع التطورات العلم اكتشفنا أنه لما في حدا يتخصص بالعناية المركزة بتكون نتائج أفضل بكتير. فالعناية المركزة اللي هي العناية بالطفل إذا دخل الاي سي يو، في لو كان بعد حادث لا سمح الله، أو بعد عملية معينة، أو بعد مرض من كتر ما تقدم المرض صعب علاجه خارج الاي سي يو. نعم، يعني نحكي العناية المركزة الحثيثة، نحكي الحثيثة للأطفال. نعم. دكتور، تحدث عن أبرز الحالات التي واجهتموها آخر هذه الفترة في هذه السنة. يعني عم بنشوف إحنا هلا بالأردن الحالات اللي لها دخل بالأزمة أو الربو، إنه الربو من كتر ما هو متقدم بيكون صعب علاجه خارج البيت، وحتى لو داخل المستشفى بتعالج يومين ثلاثة داخل المستشفى، بتتقدم الحالة فبضطر ينتقل للآي سي يو، فبالآي سي يو بيكون العلاج اختلاف تام عن العلاج اللي بيكون برا الآي سي يو. وبنشوف حالات برضو زي تسمم بالدم اللي بتأثر على كل الأعضاء الجسم. نعم. فهاي بدها عناية كثير حثيثة، لأنه كل عضو من أعضاء الجسم بده عناية مخصصة له، وما العناية تبعت العضو هذا ما تأثر على الأعضاء الثانية. نعم. تسمم بالدم دكتور، يعني أكيد الوقاية خير من قنطار علاج، شو مسبباتها دكتور؟ تسمم الدم بيكون يعني عادة بفي نوع من البكتيريا أو مرات حتى بس الفيروس يعني نفسه بدخل بالجسم وبدخل بالدم، وبعدين بنتشر من الدم على جميع أنحاء الجسم. هلأ البكتيريا هذه مرات تيجي بس من سطح الجسم، يعني بيكون الواحد مجروح جروح، وممكن إذا المناعة ما كانت منيحة البكتيريا اللي بتكون بطبيعتها على سطح الجسم تلاقي طريقة أنها تفوت جوا الجسم وتسمم الدم. وفي أطفال بيكون حتى اللي بيكون مناعتهم 100%، بس لسوء الحظ بيكون بتيجيهم بكتيريا معينة بتلاقي سهولة إنها تفوت على الدم، خاصة بتفوت من طريق الأذن أو بتفوت من الحنجرة أو من غير ما نعرف من وين بتكون داخل. نعم. شو بتنصح السادة المشاهدين أكيد أكيد يعني أكيد بدناش نتجه لهذه الأعراض، أكيد شو بتنصح السادة المشاهدين للوقاية دكتور من هذه الأعراض؟ هي الوقاية أهم إشي، أهم طرق الوقاية مثلا إنه الواحد يتأكد إنه يأخذ كل المطاعيم.
المطاعيم للأطفال تعمل وقاية تقريبا شاملة لكثير من البكتيريات أو الفيروسات اللي إحنا عارفين ممكن يؤدوا لتسمم دم. وبنفس الوقت لازم نعلم الأطفالنا إحنا من أول ما يقدروا إنه يصيروا يغسلوا إيديهم يعني بأكتر قدر ممكن خلال اليوم، يعني لو مرتين ثلاثة لسه أحسن من ولا إشي، 10 مرات أحسن من مرتين ثلاثة. وبعدين بصير لازم نحكي للأهل ونعلمهم إنه لما ابنكم أو بنتكم لا سمح الله يمرضوا ويصير عندهم حرارة عالية، وطبيعة الطفل تختلف إنه بطل يلعب أو مش قادر تعالجيه زي الطرق اللي أنت متعودة تعالجيه فيها، جيبيه على الدكتور مباشرة، ما تتأخري. الأطفال ما بنحب نتأخر عليهم، بنحب نعالجهم مباشرة وبكير عشان ما نوصل لدرجة التسمم بالدم. دكتور، بعد هالخبرة الطويلة في هذا الاختصاص دكتور، نتحدث عن التطور هذا الاختصاص في الأردن، مع أنه صار يعني أول مرة بشوف هذا الاختصاص بالأردن، شيء حديث دكتور أكيد وبخبرتك العملية، شو الفرق بين هذا الاختصاص في الأردن وبأمريكا؟ إحنا بتعرف هلا بالأردن بالمستشفيات، معظم المستشفيات ما فيش وحدة عناية مركزة أو حديثة مخصصة للأطفال. للأسف معظم العنايات غرف العنايات المركزة بتكون مشتركة بين الكبار بالسن والأطفال. مع إنه علاج الأطفال بيختلف تقريبا اختلاف كلية عن علاج الكبار بالسن حتى لو انصابوا بنفس نوع المرض. فإحنا إن شاء الله مع تقدم التكنولوجيا عندنا بالأردن تقنيات إنه يصير في غرف مخصصة لعناية مركزة للأطفال. هلأ الجامعات متطلع على هاي الشغلة وعارفين أهمية العناية المركزة، فبتلاقي في بعض المستشفيات التابعة للجامعات بيكون في عندهم غرف عناية مركزة للأطفال، لكن لسه الأخصائيين مش موجودين. يعني في عنا كم من أسامي وما شاء الله عليهم أسامي مرموقة، بس إحنا بحاجة لأكثر منا كفاءات مثل حضرتك دكتور كمان إن شاء الله. أكيد دكتور. دكتور، تحدث عن أبرز الأجهزة المتطورة والحديثة والتقنيات في هذه العيادة. هلا إحنا هون في العيادة إحنا بنعرض نعطي كل شيء بيحتاجه الطفل أي نوع من الأمراض. يعني أنا هون على أساس إنه بتابع الأطفال بعد ما يطلعوا من غرف العناية المركزة. فعندي طرق إني أطلع على قلبهم وأتأكد من رئتيهم. وعندي تبخيرات وعندنا الأكسجين. من غير مستشفيات. إنه على الأقل نتأكد إنه تعالج علاج تام بعد ما يطلع من المستشفى. إحنا هدفنا إنه أي طفل إذا مرض لدرجة إنه دخلته المرض دخله على غرفة العناية المركزة. لازم نتأكد إنه ما يمرض نفس المرض أو ما يمرض يعني لدرجة إنه يضطر يدخل على عناية مركزة. ولذلك بنتابعه متابعة دقيقة. وبنتأكد إنه المرض تبعه يعني خلاص إنه يروح، ونعلم الأهل كيف إنه يتفادوا الشغلة هاي مرة تانية. جميل دكتور، أكيد يمكن جهودكم مشكورة دائما وأبدا، أكيد الله يعطيكم العافية. لكن يعني دكتور، شو بتحب توجه رسالة أكيد للسيدات أكيد إنه يعتنوا بأطفالهم أكيد بالشكل السليم؟ هو طبعا ما في حدا بيخاف على ابنه إلا غير الأم. يعني أنا متأكد إنه الأمهات دائما بيحاولوا يديروا بالهم على أولادهم. لكن أنا أكتر إشي بحب أوجهه للأمهات إنه حاولوا ما تاخذوا بنصائح الناس اللي حواليكم، خذوا بنصائح الدكاتره. لانه انا بعرف انه في كتير شغلات عم تتنقل شعبيا وبين الناس وبين الجارات بتكون بعيد عن الصحه. فدائما روحوا عند دكتور، ودكتور بتثقوا فيه، واسالوا الاسئله اللي عندكم اياها. ما تستحوا من الدكتور تبعكم، الدكتور بياخذ معاه بجاوبكم. لانه ما بدي اياكم تروحوا عند جاراتكم وتسالوا جاراتكم وتاخذوا الاجوبه الغلط. اكيد اكيد. للأسف صار، يمكن أي شخص صار للأسف ممكن بصير دكتور عندنا للأسف في الأردن، هاي المشكلة. نعم للأسف. طبعا. نعم دكتور، أكيد إلك طموحات، إلك رؤية مستقبلية لهذه العيادة ولحضرتك أكيد، ما هي طموحات أكيد ساعتك دكتور؟ احنا ان شاء الله بنصير نقدر نقدم العناية التامة للطفل هون. من اول ما يبلش حياته، اول ما ينولد لحد ما يصير عمره 18 سنة 21 سنة. نتابع الامراض، بس مش بس نتابع الامراض، انه نتابعه بمتابعة حتى صحية. وهو كل شيء تمام فيه عشان نمنع انه يصير عنده امراض. ان شاء الله. ان شاء الله. اتمنى لك توفيق ونجاح. شكرا. كيف دكتور فراس العفو،
رسالتك للجيل الشباب فرسان اكيد وفارسات ايضا التغيير بتجهل هذا الاختصاص، وان شاء الله هذا الاختصاص يتوسع لنا في الاردن والوطن العربي. تفضل. يعني احنا طب الاطفال بالاردن لسه بدنا كمان اخصائيين، يعني فبشجع اي طلاب طب انه يدخلوا بهذا المجال. وان شاء الله بيكون اللي طويل بال اكثر هو اللي بيتجه الى هاي الشغله، لانه الاطفال بدها شويه طوله بال. اكيد اكيد اكيد. احنا نحكي لجيل الشباب من صار على الدرب وصلوا لكل مجتهد النصيب. دكتور، بضم صوتي الى صوتك مره اخرى. دكتور، اكيد قبل نهايه البرنامج، اكيد دائما وابدا ما دامت وجدت نعمه الامن والامان في اي دوله عربيه اكيد، اي دولة احنا نحكي بالعالم، وجد الاستقرار، وجد الاستثمار، وجد ايضا السياحة ايضا العلاجية. دكتور، لو حلفك الحظ دكتور وان تقبلت مع جلالة القادر على جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين اكيد، وانت فارس واحدى فرسان هذا الوطن وانت احدى كفاءات هذا الوطن، شو بتحب توجه له رسالة بعد جولتك من امريكا الى الاردن بهذا الاختصاص؟ يعني انا دائما بوجه لجلالة الملك والعائلة المالكة اكبر شكر، لانهم بحس انه احنا عندنا استثمار قوي بالنسبة للتعليم والجامعات، ولولا انه احنا تخرجنا من جامعات قوية كان ما بنقدر نوصل لامريكا وبدربونا هم هناك. أكيد. واحنا الحمد لله كشعب اردني لما نروح على امريكا عشان نتخصص، المستشفيات صارت تعرف فينا وصارت تعرف بالقدرات الطلاب اللي بتخرجوا. أكيد. نعم. من الجامعات الاردنية. نعم. خاصة الجامعات الحكومية. اكيد اكيد اكيد. الله يحفظ قائد البلاد ويحفظ جلالة الملك، واكيد دائما نوجه رسالة يدعم اكيد فرسان التغيير اكيد بكل الاختصاصات والمجالات اكيد بيختصوا فيها. دكتور، حابين ان نحدد لساده المشاهدين موقع هذه العياده اكيد دكتور، ارقام الهاتف تظهر على الشاشه، لكن اكيد موقع هذه العياده اكيد للتواصل من اي سيده بتحب تشوف هذا البرنامج. تفضل. انا عيادتي بالمنطقه اللي هي فيها اكثر مستشفيات، ما بين مستشفى فرح ومستشفى عبد الهادي وخلف مستشفى الخالدي. نعم. على شارع ابو فراس الحمداني بمجمع البسمه اكيد، بالقرب من مستشفى فرح اكيد. أيوة. نتمنى لك التوفيق والنجاح دكتور. اقوى في نهايه لقاءنا اعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لسعاده الدكتور فراس ربيع، اخصائي اطفال وعنايه مركز الاطفال بالبورد الامريكي. نتمنى لك التوفيق والنجاح دكتور، وشكرا ايضا لدعمك لهذا البرنامج كفاءات اردنيه عبر هذه الشاشات. نتمنى لك التوفيق والنجاح وشكرا لجهودك معنا. الله يعطيك العافيه. شكرا. شكرا لك. الله يعافيك.